يسعد صباحكم جميعا أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا وفقرة الأبراج لهذا اليوم. أهلا بكم جميعا، أجمل تحية أقدمها لكم، وأقدم تحياتي لكل زملائي كادر قناة الرشيد في كل مواقعها. إن شاء الله نهاركم جميعا مبارك، ولكل المشاهدين إن شاء الله تحل البركة بشهر البركة والفضيلة إن شاء الله على الجميع، ينعم بها الكل بسلام و حياة آمنة ومطمئنة، ونشر الألفة والمحبة والعبادة إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. أكيد الخارطة الفلكية أيضا فيها تغيير. أخبار الخارطة الفلكية هي انتقال كوكب أورانوس اللي إحنا دا نترقبه منذ 8 سنوات، ودخوله اليوم إلى برج الثور، ونهاية معاناتك يا برج الثور اللي استمرت فترة تقريبا 20 إلى 25 يوم. كان هناك ضغوطات عليك نتيجة لضغط الكواكب الثلاثة اللي هم المريخ وأورانوس وكذلك كوكب عطارد. فبوجود هالكواكب إن شاء الله ودخولها كلها وتغيير الخارطة الفلكية خصوصا بالنسبة لمواليد هذا اليوم اللي الله سبحانه وعز وجل يمنحهم الحياة ويؤمر بذلك، فرح تكون خارطتهم الفلكية مختلفة عن أقرانهم اللي اجوا البارحة باستقرار كوكب أورانوس في برج الثور الترابي، إضافة إلى ذلك استقرار كوكب المريخ في برج الدلو. فهذه كلها تغييرات فلكية وإلها توقعات مختلفة، كل كوكب إلى توقع معين، وهناك فد محاور إيجابية ومحاور كذلك مثل ما أكو الإيجاب أكو المحور المعاكس، فناخذها كلها بالسرة. بما أنه وقت الفقرة يجوز ما يسعفني، فإن شاء الله على التتابع أحاول قدر المستطاع أوضح لكم وأنطيكم التوقعات العامة والمحاور الناجحة والمحاور اللي يجب أن نحتاط منها في حال يعني في هذه الفترة تقريبا. أصبحت الخارطة الفلكية مختلفة بدخول تغيير حركة الكواكب. إذن خلي نجي مع بعض نستعرضها. الشمس بدرجاتها الأخيرة جدا، ما بقالها غير كم يوم وتغادر برج الثور، تنتقل إلى برج الجوزاء. عندنا كذلك القمر متواجد في برج الجوزاء مع الزهرة اللي بدرجاتها الأخيرة أيضا في برج الجوزاء، يعني الشمس بدرجاتها الأخيرة والزهرة بدرجاتها الأخيرة في برج الجوزاء، وهذا يعني أنه شهر الخامس يكون بكثير من الحركات الفلكية وكثير من التوقعات وكثير من التغييرات اللي ممكن أنه تحدث لنا أو نتلقاها حسب الطاقة وحسب طبيعة أجسامنا. أحبائي قلنا أنه عرفنا موقع الشمس، القمر كذلك موقع الزهرة، كوكب عطارد مع كوكب أورانوس أصبحوا في برج الثور الترابي، كوكب نبتون في برج الحوت، كوكب المريخ دخل اليوم كذلك مثل ما دخل أورانوس إلى برج الحوت، دخل المريخ إلى برج الدلو الهوائي. وجود بلوتو وزحل المتراجع كلاهما في برج الجدي الترابي، وجود الكوكب المتراجع اللي هو المشتري في برج العقرب. هذه هي الخارطة الفلكية لهذا اليوم. طيب نجي نفصلها ونشوف شنو تأثيرها على كل الأبراج. نبدأ بالكوكب أورانوس. أورانوس مثل ما ذكرت وهو من الكواكب الثقيلة وكثيرة المكوث في البرج نتيجة لثقله وبعده عن الشمس، فالشهر الواحد عندنا إحنا ما شاء الله 8 سنين، فعلى هالأساس تعتبر السنة ماله كلش يعني طويلة نتيجة لبعده. كوكب كهرومغناطيسي جميل المنظر جدا، يعني من تراه في المرقاب، لديه قوة جذب قوية، تأثيره على الإنسان من ناحية الـ يعني القدرة على التفكير وكذلك على الطاقة
الروحية وكذلك الطاقة اللي ممكن أنه تخلي الإنسان تسمى أو لنقل الخلايا العصبية. فنلاحظ اللي يأثر عليه كوكب أورانوس يكون إنسان يعني عنده كثير من القدرة على التفكير، واللي مثلا والد في تراجع أورانوس لا ما يكون كذلك. غالبية العباقرة المكتشفين في التاريخ من ندرسهم كانوا تقريبا مؤثر عليهم كوكب أورانوس اللي هم مجاميع الدلو. فيقول بين العبقرية وبين اللا عبقرية هي شعرة. فأحيانا نلاحظ أنه تأثير هذا الكوكب وكذلك تأثيره على القدرة على التفكير وكذلك القدرة على التماسك في الجهاز العصبي. الجهاز العصبي اللي يخص الداخل النفس الإنسانية، يعني كأنما لنفترض أنه الشخص ممكن أنه يكون عنده طباع معينة، هذه الطباع تتسم بروحه بأخلاقه بتصرفاته برغبته بالتغيير وضعه وتجديده، وإضافة إلى ذلك إلى حبه للعالم، حبه للناس، حبه للعدالة. فهالأشياء تخص الروحانية والروح الإنسانية أكثر. هو بالتشاطر مع كوكب نبتون يكونون يعني سوية نفس التأثير. هذه فد بشراوية حلوة بانتقالة كوكب أورانوس من برج الحمل الناري. بشراوية حلوة يعني العفو أوجهها وقولوا يا الله. أولا مواليد برج الحمل، بانتقالة أورانوس من عندكم اللي صار لثمان سنين ماكث عندكم يعني قعدة طويلة وخطار ثقيل، كان متواجد في هذا الموقع وكان يشاكس بلوتو وكان يشاكس المشتري وكان يشاكس كواكب أخرى، فأنتوا دا تستقطبون ذيك الفترة، فالتأثيرات ضاغطة جدا، يعني أعصابكم دائما، الصحة دائما، الظروف العامة دائما، خصوصا من يتواجد القمر في هيك مواقع. فنلاحظ أنه أكو قسم من عندكم كلش عانى في خلال هالثمان سنوات. هذا الكلام موجه لمن؟ إلى مجاميع الحمل، إلى مجاميع السرطان، إلى مجاميع الميزان، إلى مجاميع الجدي، يعني وكذلك الثور، يعني لأنه كان بالبيت اللي يسبقهم. فهذا العناء اللي أنتوا كنتوا يعني تعانون من عنده تخلصتوا منه فلكياً، الحمد لله تخلصتوا منه فلكياً، وهاي بشراوية حلوة لهالمجاميع ولهالأبراج. أصبح بعد ما كان كوكب معادي أصبح كوكب صديق. مثلاً مجاميع برج الجدي على سبيل المثال، أصبح دخول كوكب أورانوس إلى برج الثور موقع صديق جداً، موقع يحمل مفاجآت أحياناً بوجود يعني فالتناغم فلكي مع الشمس مع القمر مع الأمور، تجعل هناك فالتأثيرات إيجابية ممكن أنه تستشعرون بيها. كذلك مجاميع العذراء، كذلك مجاميع الميزان، مجاميع السرطان، مجاميع الحمل، هذه كلها إن شاء الله هالمجاميع انزال من عندكم ثقل كبير، وبالأخص مجاميع كذلك الجدي. ليش؟ لأن كان عندكم المريخ ومعاكس أورانوس ومعاكس عطارد، انتقل أيضا المريخ إلى برج الدلو، فأصبح فقط برج الجدي كوكب زحل وبلوتو. فمثل ما يقول كان تقريبا لنقل التأثير 65%، الآن أصبح تقريبا 40%، فانشالت التأثيرات القوية، ما بقى شيء يعاكس زحل، ما بقى شيء يعاكس نبتون. فعلى هالأساس هناك فالطاقة إيجابية حلوة، وإن شاء الله راح تكون قدامكم فرص إيجابية، فرص تغييرية لحياتكم، هذا فشي جدا إيجابي. بالفترة الحالية يعني لكوكب لهالأبراج نقول إن شاء الله
تبدأون الآن تتخلصون من هالطاقة اللي كنتوا دا تستقطبوها. أكو فد مسارات جدا إيجابية في حياتكم راح تكون، أكو فد أخبار راح تصلكم حلوة، أكو فد أبواب كانت مغلقة راح تنفتح، نفسيتكم ممكن أنه تكون أكثر إقبال للحياة، ونظرتكم التشاؤمية ممكن أنه تتلاشى. هالأمور هذه كلها ممكن تساعدكم كثيرا أحبائي، وإن شاء الله تتخلصون من هالتأثيرات، وإحنا نطمح دائما إلى يكون وضعكم دائما مستقر وإيجابي. هذا من باب أحبائي التغيير الفلكي والأبراج المستفيدة واللي تخلصت من ضغط 8 سنوات من هذا الكوكب المزعج كان بالنسبة لهم، بس هسه أصبح صديق. ليش؟ لأنه وضعه اختلف كثيرا. دخول المريخ إلى برج الدلو هذا اليوم، المريخ من الكواكب المشاكسة أحبائي، هذا فتشي أشرح لكم إياه، بتأثيره على جسم الإنسان، على منطقة الجلد الـ يعني يأثر كذلك على منطقة الأعضاء التناسلية أو الإنجابية بالنسبة للكلا الجنسين، كذلك يؤثر على الحركة العصبية أو القوة أو الطاقة. كوكب المريخ بحالاته الطبيعية وبوجوده في موقع إيجابي يستقطب الإنسان من خلاله القدرة على الطاقة، الحركة، الحماس، النشاط في كل مجالاته. نلاحظ أنه الشخص يكون يعني سريع، نشط، يريد يتمم أعماله في كل مجالاته. إذا كان الطالب على سبيل المثال، نلاحظ أنه الطالب أريد أدرس، أريد أخلص، أريد يعني عنده فد طاقة أو عنده فد رغبة أو فد حماس أو فد قوة. بالنسبة لي اللي مثلا اللي يدخلون في قصة حب، نلاحظ أنه يكون الحب حماسي وقوي وجنوني وإلى أبعد الحدود من هالأشياء اللي بيها حماسة ورغبة وهال التتابعات والتتمات لهالموضوع. إضافة إلى ذلك عندنا يعني كأن يكون فرصة إيجابية للإنجاب وكذلك لحل المشاكل اللي تخص هالمعوقات هذه في ما لو كان أكو هناك أشخاص يعانون من هالموضوع. بالنسبة إلى هالتفاصيل، في حال وجوده في موقع غير مناسب كل هالمسائل تنعكس، تصير بالعكس. القوة، النشاط راح تتوجه إلى جانب سلبي، يعني ممكن أنه الشخص صح يكون متحمس ويريد ويصير عصبي وينفعل على أبسط الأمور. كذلك نلاحظ إذا كان داخل في حب جارف بتراجع، تشوفون يبدو هذا الإنسان ليس كما كان سابقا، الزوج، الزوجة، الطفل بالبيت، هالمسائل هذه كلها ممكن أنه تتأثر أو تنعكس على سلوكياته، فهذا يدعو إلى أنه يعني نعرف تأثيره السلبي وتأثيره الإيجابي. في أثناء تراجع هذا الكوكب نلاحظ أنه يحدث العنف الجنسي، وكذلك يحدث يعني كأن يكون الشخص يتعرض إلى حوادث لا سمح الله تخص كسور أو حروق لا سمح الله، أو أمور عصبية، أو أمور ممكن تكون إذا كان بها نقطة خلل أو نقطة ضعف كأن تكون الأعصاب والجلد، أو كذلك الأمور اللي الأجهزة اللي تخص الإنجاب والتناسل. فنلاحظ إذا كان هناك شخص بنقطة ضعف في هذا المكان يجي المريخ يكمل عليه. فلهذا السبب أدعو مجاميع الدلو، دخل لكم كوكب المريخ أوكي، هو ما عنده فتشي يعني مثل ما يقول ينطيكم الحماسة، It's okay، حماسة، قوة،
رغبة في تتميم الأعمال، انفعالية، انحياز إلى فد جانب يعني بحياتكم، يصير الشخص أكثر رغبة في إحلال الحق، يكون كذلك رغبة أكثر في ما يهمه إذا دخل مشاجرة أو ما يهمه إذا دخل أمور. فلهذا السبب، لهذا السبب الأم في المنزل، الأم بالبيت. إذا كان ابنك من مواليد برج الدلو هذه الفترة لا تستغربين تصرفاته، وكوني مثل الإسفنجة اللي تمتص غضبة أو عصبيتة، أو أحياناً تلاحظين كوني أكثر انتباه قد لا يتعرف بهالحماسة هذه وهالعصبية وهالتأثير، ممكن الشخص يتشتت فكرياً فيتعرض لحوادث ممكن تكون بسيطة، لكن مهما كانت بسيطة هي مؤثرة عليك وعلي. أكمل حديثي بعد استقبال باسل، تفضل. ها قاسم، تفضل قاسم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ابني العزيز. أمي قاسم فيصل. نعم. مواليد 9/9. نعم ابني. 1983. نعم. عامة يعني. حاضر. حاضر ابني العزيز، تدلل. شاكرة لك ولاتصالك، ممنونة جدا. أرجع أكمل حديثي بهالمجال. فأكو أمور مثلا الزوجة كأن تكون من مواليد برج الدلو، أو الزوج بالمنزل يكون من مواليد برج الدلو في هذه الفترة، دخول هذا الكوكب. ها عندي أيضا، تفضلوا. الو مرحبا، شلون ست جناء؟ يا هلا يا هلا وكل الهلا سيناء. اي نعم. يا هلا بيك، يا هلا عيوني، تفضلي. اهلا وسهلا ست جناء، بس اريد اسالي مواليد 28/10/1973. نعم. برج العقرب. نعم. وزوجي اعتقد برج السرطان بالسادس. بالسادس هو؟ اي نعم. فاريد اعرف نسبة يعني التوافق، مدى التوافق بيني وبينه. زين، ما تعرفين تاريخ ولادته بالمضبوط؟ 73. هو 73 اعرف، بس بالسرطان بشهر السادس، يا يوم يا 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 يوم بالذات. ما يعني ما متاكده. ها ها، مو مشكله. على الانجاب جنان عمري، على الانجاب. الانجاب. طيب. اوكي عزيزتي، بس كان لو كان تتاكدي لي من تاريخه، بس كما يبدو اذا بشهر 6 يعني اواخر السادس، ما بها غير تفصيل. تدللين بنتي العزيزة، شاكرة إليك ولاتصالك، تابعيني أمي. فعلى هالأساس إذا كان زوجك من مواليد برج الدلو، ابنك من مواليد برج الدلو، الوالد، الرئيس بالعمل، أحد الأصدقاء، فهالمسائل هذه كلها نراعيها وننتبه إلها، وحتى لا يقع عندنا المحظور. تفضل نصير. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك الجنان؟ الله يسلمك عيوني، شرفتني، أمرني ابني العزيز. بس تعرف برج، يا برج مواليد 16/6. نعم. يا برج هذا، وتعرف برج الجدي، حظ مالته. الجدي. أوكي. نعم. هو 16/6، تعرف يا برج هذا. أتدلل. شكرا جزيلا. يا هلا، كل الهلا، الشكر لله، شرفتني ابني نصير، على الرحب والسعة ابني. فعلى هالأساس أكو أشياء ممكن أنه إحنا نتجنبها من نسمع نصيحة الفلكي. يقول لك هالفترة أدير بالي على نفسي، أثناء ما أقود السيارة، أثناء ما أصعد وأنزل سلالم، الطبيب، الجراح، الجزار اللي يتعامل مع يعني أدوات حادة قاطعة، نيران، أم البيت أثناء استخدامها للفرن، أثناء استخدامها للأجهزة الكهربائية، كونوا على حذر. أوكي، هالمسائل هذه إذا إحنا نتجنبها، نحاول قدر المستطاع نتجنب مشاكل ممكن أنه تحدث لنا ما تأثر بعد ذلك علينا. كل ما نكون منتبهين كل ما يكون أفضل.
تفضلي أم أسامة. السلام عليكم. يا هلا وكل الهلا عليك السلام. على راسي على راسي أم أسامة تفضلي. عزيزة وغالية، بس حبيت أعرف براسها يعني عافية حبيبتي تفضلي. سميري أنا 10/11/78 أريد أعرف البرج الطالع وأرقام الحظ و يعني الرزق أكثر شيء. نعم. وبنتي 10/5 نعم 2000 وابني 21/4 نعم وزوجي 9/1 تدللي يعني ممنونة منك. أنا ممنونة أنا ممنونة شرفتيني. فرصة سعيدة اسمع صوتك يا عمري أنت. الله يسلمك أنا الأسعد على راسي عزيزة. في رعاية الرب أشكرك جدا. إذا حديثنا هذا يكون أحيانا يكون تنبيهي، ليش؟ لأجل أنه مثل ما ذكرنا تكون الحياة أفضل. أحبائي إذا كنت إلى الأم أو إلى الزوجة، إذا كنت من مواليد برج الدلو وكنت مرتبطة بمواليد برج أسد أو ثور أو عقرب، هذه الفترة كوني أكثر صبر في التعامل مع الأمور، كوني أكثر شفافة، حاولي قدر المستطاع تكونين بطريقة غير اللي أنت معهودة بيها. الطريقة الغير المعهودة بيها هي أكو شيء يسموه فعل اللا يعني اللا تدقيق على كل الأمور والعصبية والحساسية الزايد عن اللزوم. زهراء تفضلي. زهراء تفضلي. تفضلي. كرار كرار عني. أهلا كرار. كنت في الجنان بس أريد أعطيني برجلي وأنجح له لا. الصوت صار صوتك بعيد وليدي. أني أريد أعطي برجي شنو؟ إيه. ونجاحي. يا رب يا رب يلا ابني شنو برجك؟ برج انا 3/3/2/3 اريد اعرف برج النجاح. ما عندك مشاكل ان شاء الله تخابرني وتقول لي ناجح كرار. الله الله يوفقك ابني العزيز. تدلل ان شاء الله اشرح لك ايضا، بس اتكل على الله وعلى مجهودك وإن شاء الله أنت ماكو فشي أصبح يعيقك بطرق الدراسة أو إذا كانت ك يعني إعدادية أو إذا كانت كتوجيهية أو جامعية. طيب كنت بهذا الحديث أحيانا يعني بمجال تخصصي أكون مزعجة حقيقة يعني. أنا أعرف بروحي، اللي يريد يتابعني يقول لي يريد نعرف توقعاتنا شكو ماكو بمجال تخصصنا النفسي والصحي. يكون لازم ننطي دائما هاي الإرشادات لأجل أنه يكون هناك معرفة بالأمور، إلمام بالأمور، حتى نخلق فد توافق أو نخلق فد أجواء إيجابية. إضافة إلى ذلك إحنا نعرف بتخصصنا الإنسان شلون دا تبدي تتقلب أطباعه، فتقلب الأطباع هذا ثقوا واعتقدوا الحياة هي نفسها سبحان الله من يوم اللي خلقها الشمس والقمر والأرض تدور بفعله وألف الحمد لله والشكر ما مغيرها الحركة هذه، لأنه لو يريد يحركها ولو يغيرها ولو سنتيمتر تصبح الحياة جحيم. إحنا هذا نعرفه من خلال دراستنا. لا يصبح الليل ولا يصبح النهار نهار ولا الحياة تبدو كما هي. فلهذا السبب أطباع الإنسان وتفكيره هو اللي دا يغير الحياة كلها. بتفكيره أصبح ممكن يكون شخصية إيجابية وبتفكيره ممكن يكون شخصية مدمرة. فالتأثير الفلكي إحنا نجي ندرسه على شخصية الإنسان وطباعه. على هالأساس لما أنطي أني نصائح توجيهية لهذا الشيء لأجل أنه يكون
بيوتنا كلها قدر المستطاع بعيدة عن الإشكالات، بعيدة عن التعب، بعيدة عن الحزن. ليش؟ لأنه هالثلاث مرافق هي التعب والحزن والإشكال، ما نريدها، كافي تعبنا. فليش نجيب لنفسنا شيء زيادة؟ نحاول ننطي فد إرشادات لأجل هالمسائل أو هالأمور هذه تكون إن شاء الله بعيدة عن الحدوث. هل فلهذا أنبه هالفترة مواليد برج الدلو بدخول المريخ عندكم، أكو كوكب اسمه المشتري، صح هو متراجع في برج العقرب لكن دا يشاكس المريخ. إجا أورانوس ودخل وشرف إلى برج الثور، راح يجي أيضا يشاكس المريخ ببرجكم. فهناك ثلاثة كواكب تشاكسكم. مولود برج الدلو انتبه، خصوصا بالأيام الأقل حظا. شنو أقصد بالأيام الأقل حظا؟ أقصد أنه من يكون القمر موجود في أحد هالكواكب اللي ذكرتها، كأن يكون بالثور، يكون بالعقرب، يكون بالأسد، يكون بالجدي، فهل أوقات انتبه جدا منها. ما أبدي بعمل شاق، ما أحاول أنه أدخل في جدالات، شخص عصبني، أتصرف في التصرف زايد، هالحساسية الزايدة ممكن تسبب مشكلة. أي رد من عندكم راح يكون نتيجته صعبة. فنحاول أنه نكون مثل الإسفنجة اللي تمتص فقط، لا أكثر ولا أقل. الإنسان سبحان الله يعرف طاقة البشر اللي هو مطاهية. قد ما أنت تملك من الطاقة وتقول استنفذت، أنت قد تكون مخطئ في هذا الفكر. ليش؟ لأنه سبحان الله نعطيك طاقة مضاعفة لذلك، ونعطيك إرادة. إذا أصبح الصبح أعرف أنه هذه الفترة غير مناسبة، ما أسمع الأحد، مثل خلينا نقول أتجاوز هالمسائل، ما أحاول بعصبيتي أطور الأمور، بحساسيتي الزايدة أحرق بروحي. هالمسائل هذه إذا خليتوا عليها سيطرة، هالمسائل أو الأمور التوابع الأخرى ما تحدث. لا تسمح لأحد يستفزك في هذه الفترة رجاء، يعني رجاء. هذا الموضوع لمصلحتكم. هذه الفترة بسيطة، رح يرجع الأخ المريخ يتراجع، يكون عنده حركة تراجعية، رح يرجع إلى برج الجدي، ومن ثم يرجع إلى الدلو وينطلق إلى الحوت. فالفترة ما راح تكون ضاغطة جدا جدا عليكم. فلهذا السبب حاول قدر المستطاع أنه نتوالف ويا الظروف، ونخلي عندنا استعدادات لأنه أنا أكون بال، يعني ما يهمني بعد. هالمسائل هذه ممكن أنه تساعدكم كثير. نجي الآن إلى الإجابة على الأخوة والأخوات اللي اتصلوا بي على مود إن شاء الله بقوة الله أمطيكم باكر التوقعات نتيجة لدخول كوكب أورانوس برج الثور. شنو هي المحاور اللي ممكن تكون ناجحة في حياتنا، وشنو هي المعطيات الإيجابية والأخرى التحذيرية لأجل أنه نكون على الطلاع. أوكي؟ أوكي. ابني العزيز قاسم يقول أني 3/9 بصورة عامة، مولود برج العذراء. مولود برج العذراء، إجا كوكب أورانوس كان متواجد في برج الحمل، فكان ضاغط عليك من الناحية النفسية والصحية، وأحياناً كان ضاغط عليك في أمور كثيرة. إجا الآن انتقل إلى موقع صديق، هذا الموقع الصديق رح يفتح أمامك آفاق جميلة. أنت مولود العشرية الثانية من مجاميع العذراء. العذراء برج ترابي، ويسموه العرب السابقين كان برج السنبلة، ويسمى عندنا برج العذراء. هذا المجموعة تحكمها الزهرة، الزهرة كعشرية. أما ككوكب عام، يعني كبرج عام، يأثر عليكم كوكب عطارد. أجي أتابع الزهرة وعطارد بالدرجة الأولى، الشمس والقمر نعرف، الشمس بالثور كلش أوكي. الزهرة وين؟ الزهرة بالجوزاء.
راح تنتقل بعد يومين ثلاثة هي والشمس بنفس اليوم. لا تنتقل، راح تروح للشمس، تروح للجوزاء، والزهرة تروح للسرطان. دخول الزهرة إلى برج السرطان يا ابني العزيز، هذا يعني هناك مجالات من التوفيق على صعيد الناس وعلى صعيد المؤسسات النافذة، على صعيد حياتك بصورة عامة. هناك أمور أو أبواب إيجابية كانت أمامك مغلقة أو مستحيلة، ممكن أنه في الفترة الحالية يصير بيها أمل. فأشجعك جداً على أنه من يوم 20 الشهر بقوة الله يمنحك الخير والعافية. ليش؟ لأنه أورانوس دخل بموقع حلو، الزهرة راح تدخل بموقع حلو ببرج السرطان، فهذه كلها تنعكس وين؟ عليك كعذراء وكعشرية ثانية. ابني العزيز اتوكل على الله وافتح حياة جديدة. ليش؟ لأنه هناك أمور إيجابية تنتظرك، إذا كان على مجال العاطفة، إذا كان على مجال دراسة أكاديمية، إذا كان على مجال صلح مع شخص متخاصم وياه، كأن يكون زوجة، كأن يكون صديق، أو تفتح أبواب هالأمور عندك الكثيرة. يكون عندك فالتغيير للأجواء، تحس نفسيتك راح تبديها غير شكل تكون. ضغط كان، لكن هالضغط راح يتلاشى شيئا فشيئا. جسمك كذلك راح يبدي يتخلص من تأثير أورانوس وتوابعه. وجود كواكب كثيرة تدعم العذراء، أصبحت الفترة ترابية بحتة، تناغم حلو بين زحل وبلوتو وأورانوس وعطارد وياك، فهذا يجعل الفترة أكثر إيجابية في مجال العاطفة، الإنجاب، الأمور الأخرى اللي انفتحنا عليها وذكرت لك ياها ابني العزيز. عندنا سيناء تقول أني 28/10 والزوج برج السرطان، أسأل على الإنجاب. 28/10 هذا عقرب، أول العقرب، أوكي؟ والبرج السرطان تقول بشهر 6 يعني أواخر، لأنه برج السرطان يبدي من 22/6 إلى غاية 22/7. فهالفترة هذه إذا قلتي هو بشهر 6 معناه الأولى من السرطان، يعني فمعناه الزهرة. يعني أنا أريد أعرف شنو على مود أشوف يا عشرية ويا كوكب يحكمه. فإذا آخر الستة بنتي وحبيبتي معناه أنه القمر زائد الزهرة، أوكي. أما حضرتك فأنت أول العقرب، أول العقرب يكون مريخي، مريخي بحت. المريخ دخل برج الدلو، أوكي، فترة كلش إيجابية للإنجاب. روحي فالج، فترة إيجابية للإنجاب. ليش؟ برج الدلو حلو بالنسبة إليك، لكن بدخوله إلى كذلك برج الحوت راح يكون أكثر إيجابية. فهذه الفرصة تعتبر تهيئة، يعني ممكن أنه يكون فد أمور تهيئين بها، مثلا وضعك الصحي، وضعك النفسي، تشيلي هالأفكار اللي ممكن أنه تعيق الإنجاب بنتي العزيزة، لأنه الحالة النفسية إلها النص تأثر. ها راح يصير عندي؟ لا، أنا ضعفت. من المخ ينطي إعاز بهالطريقة أو يفكر بهالطريقة، المخ ايش راح يسوي؟ راح يوقف هاي المنطقة، يوقفها عن العمل. الحالة النفسية إلها تأثير كبير في هالموضوع. هالأفكار شيليها من بالك. أكو شيء اسمه خير، أكو شيء اسمه إمكانية إنجاب. فهذه الفترة عزيزتي تكون مناسبة جداً، وإن شاء الله هناك فترة أكثر مناسبة بالنسبة للإنجاب، خصوصاً في هالفترة وبشهر 7. شهر 7 كلش أوكي أيضاً، يعني فلا ضير. تعتبر هالفترة تهيئين نفسك لشهر 7، إن شاء الله يكون عندك طفل،
وتخابريني وتقولي لي تبشريني بشراوية حلوة حتى أفرح لك. بالنسبة إلى نصير يقول أني 16/6 أريد أعرف أني يا برج ابني العزيز 16/6 الأخيرة من الجوزاء النجمية، يعني برج الجوزاء آخر مجموعة آخر عشرة. طيب الكواكب اللي تأثر عليك بالدرجة الأولى هي الشمس، القمر، كوكب عطارد، وعشريتك هي كوكب عشريتك هي الشمس. إذن هناك هيمنة للشمس عليك، هيمنة للشمس. هيمنة الشمس تنطي طاقة وقوة شخصية وانفرادية، تنطي كرم، تنطي إيجابية، تنطي فد طباع، يعني طباع الأمراء. لاحظ شلون الأمراء الملوك هالشكل، يعني سطوة شخصية. وكل ما يكبر هالإنسان يعني سبحان الله يمدك بالعمر والعافية راح تكون أكثر مقبول وتعتبر شخصية مهابة ومسموع إلها. أوكي، هذا من باب الفترة المقبلة. تقول لك ابني العزيز إذا كنت في مجال دراسة فشد حيلك، إذا كنت في مجال عمل فأكو فرصة مفتوحة أمامك، بعد كم يوم راح تنتقل الزهرة إلى بيت المال والأرباح عندك، فهذا يدعوك إلى العمل واقتناص الفرص. راح تجيك فرصة اقتنصها، أو أنت ابحث عن الفرصة واقتنصها لأجل تحقيق فد وضع مالي، كأن يكون تعيين، كأن يكون دخول في مشروع، كأن تحسين وضع، إيجاد وظيفة، هذا كله ممكن يكون موجود. إضافة إلى ذلك وضعك النفسي راح يكون مستقر. ليش؟ لأنه راح تلقي من الناس في التعاون وفد محبة، أنت كذلك راح تلقي، راح تكون متعاون ومحب، فهل جو من الألفة راح ينطيك فشيء من الابتعاد عن السلبية ويخليك إنسان في نظر الناس محبوب. راح يصير عندك فشيء من التوازن بين عملك الخير ومحبة الناس، راح يجيك مردود مادي ومردود معنوي، وهذا الإنسان يحتاجه حتى يشعر به بالرضا عن نفسه. وإن شاء الله أتمنى لك التوفيق. بالنسبة إلى مواليد برج الجدي اللي طلبت من عندهم، أنا ما أعرف هو يا عشرية، لكن بصورة عامة أنطي الجدي. الجدي إيجابية في الفترة، يمنحها كوكب أورانوس إلهم عفواً مربع إيجابي زحل. صح هو متراجع في برج الجدي بالفترة الحالية، لكن أشد على أنه مولود برج الجدي في هذه الفترة ينتبه إلى صحته وطبيعة غذائه، هذا فقط. ليش؟ لأنه دخل عنده طلع من عنده زحل عفواً المريخ. وجود أورانوس في برج الثور يشكل حياة عاطفية، دخول في حب، ارتباط، إيجابية في هذه العلاقة، إيجابية في هذه العلاقة، يعني راح يكون حب إيجابي وحب مثمر ونتيجته تكون حلوة. فهالمجالات المفتوحة، كذلك مجال إنجاب قوي جدا لمواليد برج الجدي في الفترة الحالية. فأيا كان تخلص هالمولود من سيطرة وسطوة أورانوس اللي كانت من سنين مأذي، الآن انتقل إلى موقع صديق دا ينسجم ويا زحل وبلوتو الموجود عنده، فحياته راح تنقلب انقلابات إيجابية إن شاء الله خير. بالنسبة إلى أم أسامة تقول أني 10/11 أريد أعرف البرج الصاعد وأرقام الحظ. بنتي وعزيزتي 10/11 مولود برج العقرب. أوكي، برج العقرب هو يعتبر من الأبراج اللي المائية واللي يحكمها المريخ مع بلوتو. المريخ انتقل اليوم إلى برج الدلو، هذا يعني بالنسبة إليك موضوعة رزق بيت الأبواب اللي تخص الرزق أو هالأشياء ما بيها إشكال، لكن أنت المشكلة الموجودة عندك هو
من تعاملك مع الناس. قسم من الناس دي يكونون غير منصفين، قسم من الناس دي يخلون الظروف شوية تنعكس أو يسدون أبواب، أو قسم من الناس أنت دا تكتشفيهم أنه عندهم شيء من اللا مصداقية في حياتك، فهذا فتشي ينعكس بالسلب. لكن بيت المال والأرباح بالنسبة لك أو الأمور اللي تخص ما بيها فت كوكب مزعج، برج القوس أوكي، برج الحوت أوكي، برج الآخر أيضاً اللي هو يعتبر بالنسبة لكم برج السرطان أوكي، أكو فتشي إيجابي إن شاء الله، لكن إن الله مع الصابرين وبشر الصابرين. ثابري، ما أكو عندك إشكال، بالعكس رح يجي يدخل الزهرة إلى برج السرطان، هذا رح يدعم مجاميع العقرب من ناحية الحصول أو تحصيل المال أو الرزق. أما بالنسبة إلى أرقام حظك أحبائي، أرقام الحظ هذه إيش تنطي؟ تنطي طباع، تنطي طباع، يعني خلوها في بالكم إنه هالأرقام اللي نشوفها تتبع طباع. في حال كان هذا الشيء، هذا الطبع لهذا الكوكب مثلا، انت على سبيل المثال عندك رقم واحد، رقم واحد يعني شمس، الشمس تنطي مثل ما قلت الابن العزيز، تنطي فد ملوكية او اخلاق مع الملوك، كرم، هيبة، سلطة، سطوة، قوة شخصية، هذه في حالة. في حالة لو كانت في موقع غير ايجابي تنطي عكسه، تنطي عكسه، في تجي فترة كأن نقول اختلاف شوية بالطبع. هذا الموضوع. فعلى هالأساس عندنا أرقام حظك هي 1 و2 و7، 1 و2 و7 أوكي. البرج الصاعد بالنسبة إليك عزيزتي، خلي أشوف البرج حبيبتي، برج الأسد. البرج الصاعد هو الأسد بالنسبة إليك، يعتبر البرج الصاعد هو الأسد. عندك 10/5 الثور، برج الثور، العشرية الثانية اللي تخص القمر، 21/4 هذا أيضا برج الثور، العشرية الأولى اللي تخص عطارد، و9/1 عندنا الجدي، وهذا العشرية تخص المريخ. إذن هالمجاميع عندنا، إذا كان ثور وإذا كان جدي فهذه الفترة إيجابية جدا بالنسبة لهم، لكن نصيحة مني شدي على الزوج في هذه الفترة، لأنه فترة أصبحت شوية أقل ضغطا عليه، نفسي ترى شوية راح ترتاح، راح يكون أكثر إيجابي بالتعامل وياك ويا الأولاد. إن شاء الله خلي يخطو خطوات إيجابية لتعزيز وضعه. أكو فد بشراوية حلوة تنتظرها الأسرة إن شاء الله يا ربي، يستعجل من عندي يسمع من عندي ويستعجل. أوكي أوكي، عندي كرار، كرار يقول 3/3/2003، ابني العزيز سبحان الله خالقك في يوم حظ، ورح يلعب الحظ دور في حياتك، أحبك الله فأوجدك للحياة، وإن شاء الله يحبك على طول ويمنحك الحظ ويمنحك البركة. أنا متوقعة لك النجاح، مولود برج الحوت الحساس، عشريتك 3، عشريتك المشتري، الحوت الآن أصبح وضعه أكثر أفضل، عندك نجاح على مستوى الدراسة ابني العزيز، إذا كان في مجال الدراسة التوجيهية أو في مجال الدراسة الأكاديمية، أكيد عندك نجاح، بس أول شيء أتكل على الله وكذلك أشد حيلي وأثابر، لأن هذا مستقبلك إن شاء الله يبقى دائما ناصع البياض، وأتوقع لك النجاح يا ابني العزيز. هذا ما
يسمح بي وقتي، وقت الفقرة ووقت البرنامج أكيد. سيدي المخرج خلص. بنهاية فقرة الأبراج أودعكم، ورح تكون هي أيضا نهاية برنامج يوم جديد لهذا اليوم. أكيد ألتقيكم ونلتقيكم جميعا بكرة على الود والخير والسعادة وبركة الرب. إلى اللقاء.